إذا عدنا بطبيعة الحال حديث القاهرة عن حريق مديرية أمن الإسماعيلية المروع اللي مصر كلها شافت يعني لحظات مفجعة في حياتنا لما بنشوف هذه النار وحرائق تلتهم مبنى مهم وكبير ويعني وحساس، وأيضا يعني حتى الآن لم تصدر وزارة الصحة بيانا بضحايا ولم تصدر وزارة الداخلية بيانا بالضحايا سواء جرحى أو قتلى أو شهداء، كما أن النيابة العامة لم تصدر بيانا اليوم، ويعني وهناك بيان بالأمس فقط لم تجدد معلوماته. ومن ثم احنا لا يمكن أن نعتمد ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من بيانات أو معلومات أو صور عن قتلى أو عن مصابين متى لم يثبت هذا رسميا من قبل الجهات المعنية والمسؤولة والمنوط بها إعلان هذه الأخبار والمعلومات بشكل رسمي موثق محقق. لكن المؤكد أنه في هذا المبنى أيضا كما سقط فيه الضحايا أيضا سقط فيه التاريخ، بمعنى أنه متحف الشرطة وهو واحد من المتاحف المهمة في تاريخنا اللي كان موجود في هذا المبنى في الدور الأرضي وهو مر بعدة تجديدات، يعني آخرها إعادة افتتاحه في 2019 مارس، اللي بيخلد هذا المتحف ملحمة بسالة ضباط الشرطة المصريين في 25 يناير 1952، وإزاي اللحظة العظيمة اللي أثبت فيها الضابط والعسكري المصري إخلاصا وطنيا ومقاومة باسلة عظيمة وتضحية بالذات وبالنفس من أجل مصر ومن أجل استقلالها ومن أجل حريتها ومن أجل جلائها، ومواجهة للصلف الإنجليزي وللعدوان الإنجليزي، وضحايا وشهداء هذه الملحمة موجودين، كانت صورهم في هذا المتحف موجود، أيضا عدد من الأسلحة اللي كانت استخدمت في هذه المعركة، ملابس خاصة بالشرطة كانت موجودة وقتها في يعني اللحظات اللي بتتسجل في تاريخنا الملحمي ده. هذا المتحف أوتي عليه، وأتمنى أن وزارة الآثار أيضا تتدخل وتهتم يعني وتشارك وزارة الداخلية اهتمامها ووزارة الصحة اهتمامها في أنه أن احنا هذا المتحف يعود مرة أخرى، نحاول أن ننقذ ما بقي منه إن بقي منه شيء، لأنه متحف وخلود مصري يستحق بكل قوة أن احنا نعيده ونستعيده. لكن الحقيقة أيضا هذا الحريق الهائل يلقي بأسئلة استفهامية في معظمها أسئلة علمية حول كيف يمكن أن يندلع هذا الحريق بهذا الحجم بهذا الانتشار بهذه القوة إلى هذه الدرجة، إلى تقريبا تفحم المبنى المبنى حديثا بهذه الدرجة على هذا النحو بهذه السرعة. هذه الأسئلة نستحق أن نذهب بها معا إلى خبير كبير في أستاذ المنشآت ووكيل كلية الهندسة جامعة المنوفية الأسبق وعضو كود الحريق العالمي دكتور خالد حيزة. أهلا بك دكتور، منورنا. أهلا بك. رغم يعني فداحة الحدث وألمه وفجائعته، لكن أنا عايز أعرف من خبير كبير زي حضرتك وأنت تشاهد الصورة، إحنا لا نملك معلومات دقيقة ولا واضحة عن تفاصيل ما حدث، وإن كان عايزين نعتمد على الحدس العلمي فيما يخص مثل هذه الحرائق بهذا الحجم في مثل تلك المباني ممكن يكون أسبابها إيه وليه؟ مساء الخير على حضرتك يا إبراهيم بيه والسادة المشاهدين والشعب المصري الكريم. المبنى يعني أنا أعتقد إن أنا يعني شفته قبل كده يعني وانا في الاسماعيليه. المبنى هو المبنى مش جديد، هو مجدد. المبنى حوالي 10 طوابق، المبنى مساحته حوالي 4000 متر وليه سور، ومحدث في 2019 زي ما سعادتك ذكرت. كون المبنى وكان قسم البستاني الاول وبعدين تم تحديثه وبناء البناء الكبير ده. نعم ال 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 هو جدد حديثا وافتتح 2019. جدد حديثا، تم عمل ستاير لوحية من المنشأ زجاجي وأغلق المبنى بالكامل، ما عادش فيه تهوية طبيعية وتحول إلى التهوية الصناعية والتكييفات، وتحط فيه أنظمة الحريق والفاير فايتنج والفاير ألارم وهذا الكلام. المبنى على وضعه اللي تم أستاذ إبراهيم هو تم إزاء زيادة الأحمال الحرارية،
حمل الحريق زاد. يعني ايه؟ يعني الارضيات بقت خشب، الحوائط جلدت خشب، في سجاد كتير، في اشياء خشبيه كثيره، فهذا حمل حراري ضخم. اذا لا قدر الله حصل اشتعال نتيجه بقى الاهمال، نتيجه سبب لسه ما عرفناش، ولم تعمل دوائر الاطفاء الذاتيه اللي هي شبكه الاطفاء بالميه الرذاذ، شبكه البودر، شبكه غاز الارجون اللي هو FM2 هارنزريت، ودول موجودين في المبنى، دول لازم يكونوا موجودين طالما حدث، ما فيش كلام. ومبنى ميليتري، مبنى عسكري، مبنى تبع وزاره الداخليه، فهو مؤمن. فهو مؤمن. لما يحصل ان مثلا مجند، هنفترض مجند كان عنده سخان بيشتغل على السخان، وحصل فيه ان هو حرق حته الخشب اللي تحتيه، ولم تستشعر اجهزه السنسورز الحساسات الموجوده بالحراره او الحريق لسبب ما، فوجود هذا الحمل الحراري الرهيب يقول المنظر اللي احنا شفناه. يعني ده سيناريو افتراضي طبعا، انما طبعا انا بحلل، انا ما عنديش داتا، انا بحلل. الحاجة التانية اللي محدش شرحها لي، الحريق ابتدى 4:30 فجرا، خلص امتى؟ محدش قال. يعني البعض اتكلم من 4 إلى 6 ساعات. 4 إلى 6 ساعات، يبقى احنا كده تعدينا حدود الكود المصري والكود العالمي في الحريق. الكود المصري بيأمن المنشآت من 2 ساعة لـ4 ساعات ان انت تخلي الناس وتطفئ. فاحنا كده المبنى عرض الى 6 ساعات في درجة حرارة عالية. يعني ايه تفحم اللي سيادتك قلتها ببساطة؟ النيابة اللي قالتها يا فندم. يعني جميع درجات حرارة الخامات الموجودة جوه المبنى انصهرت من اخشاب، من زجاج، من خزن فيها مستندات، من قضايا. واخد بال حضرتك؟ لا استبعد الاهمال ولا استبعد بس هقول عمل ارهابي ازاي جوه منشأة عسكرية؟ يعني هتخيله ازاي؟ لا يعني احنا ده متروك للنيابه بقى، النيابه هي تحقق وجهات التحقيق تنتهي الى الاسباب الحقيقيه وتقدمها للراي العام. احنا بنتكلم على كيف يمكن ان يحدث هذا الحريق، وحضرتك شرحت لنا. طب كيف يمكن ان نتفادى بقى تكرار مثل هذه الحرائق في مباني يعني مصر؟ وعموما السؤال المهم عن استعداد مصر في مبانيها ومنشاتها سواء القديمه او الحديثه، سواء في المدن القديمة أو المدن الجديدة، سواء المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة، استعدادها بكود الحريق العالمي ده، هل هناك جهات معنية في مؤسساتنا المصرية بتراعي وبتراقب وبتسائل فيما يخص هذا الكود؟ هل يستحق حريق هائل كما جرى وشاهدنا عقد أو تشكيل لجنة لمراجعة وللاطمئنان بس اللي لم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي، اطمئنان قلب المصريين الى مثل هذا الحادث لا يمكن ان يتكرر في مباني اخرى، سواء مولات تجاريه، سواء منشات حكوميه او عمائر سكنيه. نعم، تحولنا من التهويه الطبيعيه الى التهويه الصناعيه وزياده الاحمال الحراريه يستوجب رقم واحد التدريب المستمر والمكثف للعناصر جوه المبنى. هتقول لي يعني ايه؟ يعني مديرية امن الاسماعيلية هدرب مدير الامن ومفتش؟ لازم الناس تدرب على كيفية الهروب. انا عندي 42 حالة اصابة، منهم 28 اختناق واثنين حروق ولم يتوفى احد، فالاصابات ضخمة. وبعمل انذار فولس كل اسبوع وكل 15 يوم وكل شهر، تقوم به شركة متخصصة مش موظفين. فهم حاجتين يا براندي، التدريب المستمر لكافة الناس، ده منشأ إداري لكافة المؤسسات، حضرتك بتقول كافة المؤسسات، أفراد المؤسسات، كافة أفراد المؤسسات، مؤسسات تعليمية، صحية، حكومية، أمنية، كله لازم يتدرب. لازم يتدرب. احنا هو طبعا الحريق لم يشتعل في توقيت عمل ولا في توقيت كثافة، وربنا ده من ستر ربنا. لكن الاستعداد والتدريب لابد أن يشمل الجميع وفي كل الأوقات، وشركات متخصصة، بمعنى اللي بيدير الاستعداد ده هو شركة متخصصة. ما ينفعش موظفين داخل مش قسم الأمن الصناعي اللي في لا المنطقة. ما ينفعش. طب سؤال، في شركات متخصصة طبعا في مصر؟ نبص شوف الشركات في المولات، في شركات متخصصه ومعتمده وبتاخد لايسنس من الحمايه المدنيه. ممتاز، ده خير انه في عندنا متخصصين. عندنا. طيب دي الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه ايه؟ اللي هو التدريب الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه ايه؟
الخطوة الثانية الاستعداد بجهاز الحماية المدنية ورفع كفاءته أكتر من كده. أنا ما أنا شفت 30 عربية جم يطفوا بس ما قدرناش نعمل حاجة. انتهى المبنى ليه؟ وصلت درجة حرارة الاشتعال إن هي طالت جميع أجزاء المبنى من فوق لتحت. يعني حضرتك بتطالب بانه مضاعفه الامكانيات ودعم تكنولوجي اعلى الحمايه المدنيه وان يكون مستقلا بميزانيه مستقله. هم بتدربوا وبيسافروا ولكن الامكانيات مش هي. وبعدين يا ابراهيم بيه احنا عندنا عاصمه اداريه جديده فيها هاي رايز بيلدينج، فيها مباني مرتفعه، فيها مباني ضخمه. صحيح. اعلى سلم عندنا، اعلى سلم حريق عندنا موجود في القوات المسلحه 170 متر. طيب اللي فوق 170 متر هنعمل فيه ايه؟ اللي احنا شفناه، ما هو هنقول برضو عشان ما نفتحش الامور، ما هو برج خليفه برج ذا ادرس حصل فيه حريق ولكن لم يصب احد. اديرت الازمه جنب برج خليفه. يعني بتقول حتى بحدوث الحريق لاي من كانت الاسباب لابد ان نكون مستعدين انه ما يكونش في خسائر في الارواح ولا في طبعًا. المبنى او اقل الخسائر، فلازم يبقى في الاستعداد من طبعًا. كل الجهات يعني طبعًا. لكن رفع كفاءة مكافحة الحريق في مصر ده مهم، لاني كمان عايز اسال حضرتك هل لدينا احصاء عن عدد الحرائق في مصر؟ احنا كان قريب عندنا حريق في وزارة الاوقاف، مبنى وزارة الاوقاف في وسط البلد، دلوقتي عندنا حريق في مديرية امن اسماعيلية. هل عندنا رقم تقريبي او احصاء دقيق حتى لعدد الحرائق؟ عندنا احصاء طبعا من حدوث احداث يناير، ان احنا عندنا حوالي 55,000 حريق من ساعتها حتى تاريخه في العشر سنين اللي فاتوا دول. طب حاجه ضخمه 55,000، وده معدل في العالم اخباره ايه؟ معدل في العالم ضخم جدا، مش عدد الحرائق بقى. جايز احنا اتقابلنا مره قبل كده في لقاء موسع وشرح عدد الحرائق، ما تهز الصوره نتيجتها عدد عدد الاصابات تهز صورتك. ده نفس القصه المعتمده او الفكره المعتمده في حوادث السيارات، لان احنا يعني ما يكون اعداد حوادث السيارات عندنا اقل لكن من غيرنا يعني، لكن ضحاياها اكثر من غيرنا، ودي برضو امور تستدعي. يعني لما نقول امريكا في مثلا 40 شخص في المليون بيموتوا حريق او بيصابوا حريق، اليابان 12، فنلندا 2 في المليون، في المليون. الصين مفيش بيانات زي ما انت فاهم. طب بلد مغلق. فاحنا نؤكد تاني دعم جهاز الحمايه المدنيه ويبقى له استقلاليه، يبقى تابع بقى مجلس الوزراء، تابع الرئاسه، تابع اللي تابعه، بس يدعم واستقلال، لان هو اللي بيخش يكافح مش انا. صحيح. لا انا ولا حضرتك. اثنين، التدريب المستمر من خلال شركات خاصه تمتلكها الدوله، شركات خاصه تمتلكها الدوله او لا تمتلكها الدوله يعني او لا تمتلكها الدوله يعني عشان التأمين. شركات متميزه ومتخصصه ومعتمده والكل يبقى عنده الانتباه والاويرنس بتاع الحريق. اشكرك جدا دكتور خالد حيزه، أستاذ المنشآت ووكيل كلية الهندسة بجامعة المنوفية الأسبق وعضو وقود الحريق العالمي. إلى فصل.